أهداء لكل المضافين أو المتابعين أو الفلورس. هذا الأجواء الصباح اليوم بعد ما توقفت الأمطار في منطقة انترلاكن. الإقليم نفسه رينغبرغ تبعد 4 كيلو عن انترلاكن. شوف الأجواء اليوم، بحيرة برينز كل بعض عنده خبر عنها، سبق أن زار هذه المنطقة. قمة أوروبا طبعا فوق هذه الغيوم عن طريق التلفريك، يمكن نوصل لها. طيب شو نشوف هنا؟ أحد يبيع عنب، هذا عنب الأصفر. توني انتبه له على فكرة، لأنه في عنب ثاني غير هذا. لون العنب طيب. نشوفكم على خير، بنكمل الجدول السياحي. حدثكم اللورد.